50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. وسعدية حكيته اللي قصة أفريقية، دونك بدت مع بنته اللي هما قبل في عهد البيات كانوا يهزوا العبيد كسمر يخدموهم، وتهزت سعدية جي لتونس لهنا يغني يشتاح يلوج يقص سعدية عنده لي كوستيم نتاعو. الوضع هذي وريتها مشقة كسنون، دونك هذي تحكي على القلب متاع بو سعدية. تو باش نلبس الكوستيم ونرجع ليكم شوية أخرى. شم جايب بحيرتي كيف ربع سليانة، في ربع سليانة بو سعدية عمل بلاسة توا موجودة، وانت اسمعين بو سعدية دو حكيت بو سعدية وحبيناها شتوفة، حبيناها نكملها اكثر وان شاء الله باش نزيدو نكملها ونتطورو فيها. في منطقة الزواكرة فما قنطرة لها سنين تربط بينها وبين مدينة مكثر. جابوا للمواس الجيش وجابوهم غادي من لطر مشيه من هذا القزارنا منه، وبيو ما يجت الطيارة المرلولة صورتها، صورت الطريق. من بعد خرج لها الجيش، فهمت؟ رجل، فهمت؟ ناس جل بحجر وناس عاملين أطرقة كما كاي، واحد يمد الواحد ويبنوا فيها، تو يتفكروا فيها، ديما يجيوا يبدلوا لها اللوح. تو هذه ساعة لا تو عندهم مدة يمكن حكايتي شهر ما يجي في كاميناتو، فهمتوا لله يبدل لها اللوح ويمشي على روحه. وبعد ما عرفنا حكاية القنطرة، يبقى سؤال مطروح، هل القنطرة هذه آمنة؟ وهل هي في حاجة إنه يتلفتوا لها المسؤولين، وخاصة إنها الطريق الوحيد اللي يربط بينها وبين مدينة مكثر؟ وكيف الغيب على الأنظار ساكن دي مقلوب الناس يناموا بالو في الخير. ملك جليدي، جي 19 عام، نقرأ باك بيلوت موتوكروس، ما بالميكانيك توسكي كان روت ولا كروس، وكنت مغرومة من قبل وزيد بابا غرمني. كان 2019 تحصلت على دي ميداي بريمير بلاس ودوزيام بلاس، جيت ترينا مرتاح، تسوق مرتاح وتلبس لي كون لي كاسك الماسك البوتس كل شيء، كل ما هو تونيك كامل. تاعنا مزمار هذا الخاص بينا نترينو لهني، نحضرو اون جروب، كان ثم غلطة ولا حكاية نتعلمو من بعضنا. نشكر جمعية كابس، جمعيتي كنا فامي، نشكر عائلتي، نشكر امي بابا. ان شاء الله نرفع راية تونس في بلدان اجنبية، ونشرف بلادي ونشرف عائلتي وصحابي وزملائي وجمعيتي وكل من شجعني. وفي حدود الناس نقدم خطوة للأخرين.